الذي ينضم من مجموعة إيكويتي للاستشارات، حيث سنتناول المواضيع الاقتصادية. نبدأ، أهلا بك سيد تشوفريان. نبدأ، هل يحتاج الاقتصاد الأردني إلى ضخ المزيد من السيولة في الوقت الحالي؟ الآن نحن نعلم بأن ليس فقط كاقتصاد أردني، لكن كل الاقتصاديات العالمية تعاني الآن بإثر تبعات جائحة كورونا. فلو نظرنا إلى الدول العظمى، الدول الناشئة والعديد من هذه الدول، ما زالت الحكومات فيها تقوم بضخ المزيد من السيولة لتدعيم الاقتصاد، فالاقتصاد قد واجه الكثير من التحديات التي تسببت بارتفاعات في البطالة، أيضا تسببت بإغلاقات في الأعمال. وهذا ما يجعلني أعتقد بأن استمرار الإنفاق هو أمر ضروري بالفعل لتحفيز الاقتصاد، رغم هنالك محاذير قد تنشأ من التوجه إلى زيادة الإنفاق غير الموجه والذي قد يسبب ارتفاع تضخم عالميا، وهذا ما شهدناه إن كان في الولايات المتحدة، شهدناه أيضا في الصين. فهذه النقطة المهمة وهي مخاطر التضخم يجب أخذها بعين الاعتبار وتوجيه الإنفاق. فالاقتصاد الأردني مثله كأي اقتصاد في العالم الآن بحاجة لاستمرار التحفيز، ورغم أن بوادر التعافي بدأت بالظهور بالفعل مع عودة مثلا بعض السياحة إلى جانب عودة الأعمال وغيرها من الأمور التي ارتبطت في القطاعات المصرفية والتحسن في القروض والإقراض. هذه الأمور كلها تدل إلى أن الإنفاق يساهم بشكل كبير في تحسين فرص الدول إجمالا، كانت دول ناشئة أو حتى دول عظمى، للعودة والاستقرار والنمو بشكل منتظم. الآن شهدنا خلال 2020 انكماش اقتصادي عالمي لم نشهد له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، لكن ماذا اتصف به الركود والانكماش الاقتصادي في عام 2020؟ اتصف هذا الركود الاقتصادي بأنه عميق جدا لكنه أيضا سريع، وعمق هذا الركود الاقتصادي قد يترك آثاره على المدى المتوسط وأيضا المدى الطويل في كل الدول الناشئة. وبالتالي أعتقد بأنه يجب أن نرى استمرارية في الإنفاق لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نعلم بالعالم عندما نتحدث عن خطط إنفاق، عندما نتحدث عن خطط تحفيز مالية من الحكومات أو خطط تحفيز نقدية من البنوك المركزية، فأغلبها تكون موجهة إلى الشركات المتوسطة أو حتى الشركات الضخمة والكبيرة، وهذا من أجل تحفيز الاقتصاد. لكن تعاني بعض الشركات الصغيرة في كل الدول حتى بالولايات المتحدة من بعض الضغوطات، بل وأقفلت العديد من الشركات، وبالتالي يجب أن يكون هنالك استمرارية في الإنفاق. وهذا ما فعله أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قام بإقرار أو اقتراح مشروع خطة إنفاق على البنية التحتية، يقصد في هذه الخطة هي تدعيم اقتصادي شامل، وهذا أيضا ينطبق على الدول الناشئة ومنها الأردن. فالإنفاق مهم جدا الاستمرار فيه لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتدعيم الاقتصاد ما أمكن، خصوصا مع مواجهتنا حاليا ارتفاعات في مستويات التضخم، ارتفاعات تسبب فيها بشكل رئيسي الارتفاع في أسعار السلع عالميا وكذلك أسعار الطاقة عالميا وانعكس محليا. فبالتالي خطة الإنفاق يجب أن تستمر إن كانت كسياسات مالية أو أيضا سياسات نقدية من أجل ضمان استمرارية التعافي الاقتصادي التدريجي. طيب سيد سركيس، تحدثت عن موضوع التضخم، يعني بعض المؤشرات تشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في الأسواق الأجنبية، وهنالك تضخم أيضا لدى بعض المساهمين أو المضاربين في الأسواق العالمية، مما أدى إلى البحث عن أسواق عالمية، أسواق ناشئة. هل تعتقد أن موضوع ضخ السيولة في الأسواق العالمية سيأتي أكله على الأسواق الناشئة مثل العراق وغيرها من البلدان؟ لا شك بأن هنالك ارتباطات اقتصادية ما بين دوران النقد أو ما يسمى بالتدوير النقدي في أي اقتصاد وأسواق الأسهم، وهذا ما نشهده بالفعل في أسواقنا العربية بشكل عام. لو نظرنا على سبيل المثال للحصر، لو نظرنا إلى أسواق الخليج، السوق السعودي على سبيل المثال قارب يوم أمس من مستوى 11 ألف نقطة، وهذه مستويات لم نشهدها منذ سنين طويلة. والإنفاق في العادة حتى لو ترافق مع تضخم هو إيجابي في ظروفنا الحالية لأسواق الأسهم. من المعلوم اقتصاديا أن ارتفاع التضخم يقلل من جاذبية أسواق الأسهم، لأن ذلك يرافقه في العادة محاولات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتقليص برامج التحفيز. لكن في وقتنا الحالي البنوك المركزية في العالم قد لا تقوم بتقليصات
كبيرة في التحفيزات، بل إن أسعار الفائدة لو نظرنا إلى الفدرالي الأمريكي والذي يتبعه العديد من البنوك المركزية في الوطن العربي، الفدرالي الأمريكي من غير المتوقع أن يقوم برفع حقيقي بالفائدة بحسب آخر الدراسات، بحسب ما يسمى دوت بلوت، وهو الذي يوضح توقعات أعضاء الفدرالي الأمريكي. عام 2023 ربما سيكون هنالك رفع بالفائدة، رغم أني شخصيا أعتقد بأن قد نشهد، ربما نشهد رفع بالفائدة خلال 2022 إذا استمرت مستويات التضخم بالارتفاع، لكن هذا أيضا يعني بأن البنوك المركزية هذه السنة قد لا تكون قادرة عالميا للتوجه لسياسات تشديد ملحوظة، ودون سياسات تشديد هنا سوف تختل قليلا المعادلة الاقتصادية التي تربط التضخم ومستوياته بأسواق الأسهم، فهنا سوف يجتمع التضخم مع سياسات تحفيزية من البنوك المركزية في الدول العظمى، أسعار فائدة عند مستويات قياسية متدنية لو نظرنا إلى الفدرالي الأمريكي يقدم تحفيزات 120 مليار دولار على الأقل شهريا، في أوروبا أكثر من 800 مليار، عم نتكلم في مستويات فوق التريليون دولار في منطقة اليورو، وهذا كله يعتبر زيادة دوران النقد. بالتالي ماذا سيحصل الآن عندما اختلت هذه الدراسة أو المعادلة والموازنة الاقتصادية كعلاقة التضخم في أسواق الأسهم؟ هنا سوف نرى بأن المتداولين وكذلك المستثمرين، حتى أني بدأت ألاحظ أصحاب رؤوس الأموال بدأوا يتوجهون لإيجاد أدوات لحفظ القدرة الشرائية للنقد وسط التوقعات في أن نشهد المزيد من الارتفاع في التضخم، حتى لو انخفض التضخم قليلا. لو نظرنا إلى أمريكا 5% مؤشر سعر المستهلك، لو انخفض إلى 3% فهذا أيضا يعتبر مرتفع. لو نظرنا إلى بعض الدول الناشئة، تركيا أكثر من 16% مستويات التضخم، أين سيذهب المستثمر؟ السندات وكذلك بعض الفوائد في البنوك التجارية قد لا توفي هذا الارتفاع في التضخم، وهنا سنتوجه مرة أخرى إلى أسواق الأسهم بحثا عن استثمارات من خلالها، أولا تعويض أو محاولة تعويض الانخفاض في القدرة الشرائية للنقد، هذا أولا، وثانيا أن نجد استثمارات من الممكن الاستفادة منها كمصادر دخل إضافية، فدوران السيولة في النقد الناتج عن توجيه الحكومات بالسياسات المالية والبنوك المركزية في السياسات النقدية قد تكون الآن مفيدة لأسواق الأسهم حتى مع ارتفاع التضخم، بل إن ارتفاع التضخم في الوقت الحالي، أؤكد مرة أخرى، فقط في الوقت الحالي وليس اقتصاديا، ارتفاع التضخم حاليا ربما يزيد إقبال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم. بالتالي نظرتي متفائلة جدا لأسواق الأسهم إن كان في الدول العظمى أو حتى في الدول الناشئة، بغض النظر الآن أستثني من ذلك أي تطورات قد تطرأ إن كانت غير معهودة أو سياسية أو غيرها من الأمور، لكن أتحدث هنا اقتصاديا، نظرتي متفائلة جدا بالنسبة لأسواق الأسهم لهذا السبب تحديدا، وهو اجتماع معدلات تضخم مرتفعة لكن مع عدم قدرة العديد من البنوك المركزية اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من ارتفاع التضخم على الأقل خلال هذه السنة. طيب سيد سركيس، يعني نبقى في موضوع جائحة كورونا، تداعيات تفشي فيروس كورونا وموجاته المتعاقبة شيئا فشيئا، هل ستساهم في اتساع عجز الموازنات العامة نتيجة تراجع الإيرادات، أم أن اتساع إنتاج وتوريد اللقاحات ستساعد للحد من تلك التداعيات؟ الآن هذه التداعيات موجودة بالفعل، وهنالك فروقات ما بين دول، إن كانت خلينا نحكي منتجة للنفط على سبيل المثال، دول معروفة بأنها استهلاكية، دول بالفعل تعاني من ارتفاع كبير بالعجز. جائحة كورونا بحد ذاتها سببت ارتفاع قياسي في عجز، لا أتكلم هنا عن جهة صغيرة لكني أتكلم عن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فإذا كان البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ارتفع العجز فيه لمستويات قياسية، فهذا يدلنا أن خطط الإنفاق بالفعل ستؤثر سلبا على الموازنات والميزانيات وتتسبب بارتفاع العجز. لكن باعتقادي هنا تبدأ المفاضلة ما بين السيء والأسوأ، لو صح التعبير، إن كنت أتحدث عن السيء أو الأسوأ، ارتفاع العجز قد يكون خطير جدا في بعض الدول، لكن في نفس الوقت ماذا سيحصل للاقتصاد إن لم يرتفع العجز لكن انهار الاقتصاد؟ نحن نعلم بأن جائحة كورونا ما زلنا في الصدمة الأولى لها
ماذا أعني بالصدمة الأولى؟ لو نظرنا فقط إلى أوروبا، أوروبا عانت من الصدمة الأولى خلال النصف الأول من 2020، وتبعتها صدمة أخرى في الربع الرابع والربع الأول من عام 2021. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أوروبا دخلت، أو منطقة اليورو على وجه الخصوص، دخلت في ركود يسمى ركود W، أو هو الركود المزدوج. هذا الركود له تبعات اقتصادية كبيرة جدا. لو توقفت الحكومات عن تقديم التحفيزات الاقتصادية الآن، فقد نشهد تدهور اقتصادي جديد مرة أخرى. لا أتحدث هنا عن سلالات كورونا جديدة، ولا أتحدث الآن عن كيفية أو مستقبل هذا المرض، عافانا وعافاكم الله، لكن هنا أنظر فقط إلى التبعات الاقتصادية. شركات كبيرة وجدت دعم، شركات متوسطة نوعا ما وجدت التحفيز، بعض التحسن في معدلات البطالة، لكن مستويات البطالة عالميا ما زالت مرتفعة. بما أن مستويات البطالة عالميا مرتفعة، لذلك المخاطر قائمة، وبالتالي صدمة جديدة قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي. من هنا حتى لو كان ارتفاع العجز باعتقادي قد يعتبره البعض سلبيا، لكن أيضا هو أمر ضروري وواجب حتى يتم تدعيم الاقتصاد والقطاعات فيه. لكن مرة أخرى أؤكد بأن نظرتي بأن الإنفاق يجب أن يكون موجها، والتوجه هنا يجب أن يتحول أكثر مباشرة إلى المستهلكين كدرجة أولى، وثانيا إلى الشركات الصغيرة، لأن الشركات الصغيرة هي محرك للاقتصاد. الشركات الكبيرة بالفعل هي ما يظهر تأثيرها على الاقتصاد ككل، لكن الشركات الصغيرة والأعمال الصغيرة هي المحرك، أو خلينا نحكي زي الإنجن للاقتصاد ليستمر في نموه. فخطط الإنفاق التي قد تسبب ارتفاع العجز هي ضرورية، ولا يمكن التوقف عنها حاليا. سيد سركيس، يعني اليوم القطاع المصرفي في كل الأسواق العربية وحتى العالمية يشهد يعني إيجابية، لكن اليوم كيف تقيم قدرة الاقتصاد المصرفي في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص على توليد المزيد من الإيرادات من خلال السنوات القادمة؟ نعم، بداية شهدنا، نتكلم أولا عن الولايات المتحدة لأنها تمثل بالنسبة لي ما يحصل إجمالا في الاقتصاد العالمي، ثم سننتقل إلى الدول الناشئة. الآن في الولايات المتحدة حصل انخفاض في إيرادات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة خلال 2020، وهذا أمر معروف عالمي تسبب فيه الإغلاقات العديدة التي شهدناها خلال 2020. لكن هنالك ملاحظة مهمة حصلت، هي أن القطاع المصرفي بدأ في التعافي وتحقيق العوائد خلال الربع الرابع 2020. الاقتصاد والمنطق الاقتصادي والأعمال المصرفية تشير إلى أن الفوائد المرتفعة أكثر فائدة لتحقيق القطاع المصرفي للربحية. لكن ما الذي حصل؟ مع الأسعار الفائدة المتدنية جدا والفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة التي بدأت منذ شهر 3 عام 2020، عندما بدأت أسواق الأسهم بارتفاعات كبيرة، الفرص الاستثمارية بدأت بالبروز أكثر فأكثر، هنا توجهت المصارف إلى دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أسواق الأسهم. ولو نظرنا إلى ميزانيات البنوك، العديد من البنوك في العالم خلال 2020 وخلال الربع الأول من هذه السنة، سوف نجد بأنها أدخلت في ميزانياتها ارتفاع من الدخل في استثمارات مباشرة. بالتالي انخفاض الفائدة، والذي كان من المفترض أن يكون مضر للقطاعات المصرفية، لكن في الحقيقة مع تواجد الفرص الاستثمارية العديدة، إن كان في أسواق الأسهم وإن كان في الاستثمارات المباشرة، كلها كانت داعمة للقطاع المصرفي. الآن بالنسبة للمستقبل القريب للقطاع المصرفي، يبدو التوقع إيجابي حتى الآن. الآن الخطوة القادمة للبنوك المركزية في العالم كله، إن لم تكن تثبيت الفائدة فهي رفع الفائدة، حتى لو طال الزمن، حتى لو وصلنا إلى 2023 وشهدنا في تلك السنة رفع الفائدة في الولايات المتحدة، أوروبا، في الأردن، في العراق، أو في أي مكان في العالم، حتى لو شهدنا رفع الفائدة 2023، فالخطوة القادمة هي رفع فائدة. رفع الفائدة اقتصاديا وماليا مفيد للقطاعات المصرفية. كيف يحصل ذلك؟ إن رفع الفائدة في البنوك المركزية يساهم في توسعة الفجوة ما بين فوائد الإقراض والاقتراض، يعني البنوك تستفيد كهوامش أكبر عندما تقوم البنوك المركزية برفع الفائدة. عندما تكون البنوك المركزية قد وضعت أسعار فائدة متدنية قياسيا، فهوامش الربحية من أعمال الإقراض تنخفض هنا. لكن ما الذي عوض ذلك؟
ذلك حاليا سوف نلاحظ بأن هنالك بعض التعافي في الاقتصاد العالمي، والتوقعات بحسب صندوق النقد الدولي أن نشهد نمو عالمي مقداره 6% هذه السنة، في الولايات المتحدة 6.5 إلى 7%، رفع الفدرال الأمريكي رفعها إلى 7% توقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي. وأيضا إن كنا نتحدث في الاقتصاد العربي وفي اقتصاد الوطن العربي في دول الخليج منطقة الشرق الأوسط بأجملها، باعتقادي لن نشهد تدهورات اقتصادية كالتي حصلت في 2020، بل على العكس تماما ربما ستظهر أمامنا حالة من التعافي. التعافي الاقتصادي، الانخفاض حتى لو كان بسيط في معدلات البطالة ونلاحظ أيضا زيادة الإنفاق، هذا سوف يستحث استغلال العديد من المستهلكين والمستثمرين للفوائد التي ما زالت منخفضة تجاريا، نسبيا منخفضة في البنوك التجارية حاليا، وهذا ما سيزيد الإقراض، زيادة الإقراض، وكأنه نقول نبيع بالرخيص حتى نبيع كثيرا ونربح كثيرا، يعني هذه المعادلة المعروفة. فالآن البنوك المركزية أسعار الفائدة فيها متدنية تنعكس على البنوك التجارية نوعا ما، المستهلك والمستثمر يستطيع الحصول على قروض، فسيزداد عدد هذه القروض، وبالتالي قد تعوض البنوك التجارية وكذلك الشركات المالية كقطاع مصرفي ككل الانخفاض في أسعار الفائدة، هذا أولا. لكن بما أن الخطوة القادمة هي رفع الفائدة، نحن نعلم بأن البنوك التجارية تستجيب لرفع الفائدة في البنوك المركزية على القروض التي تمنحها أكثر من الإيداعات فيها، فالفجوة ستتوسع لصالح القطاعات المصرفية، وبالتالي باعتقادي نحن قادمون أو مقبلون على فترة أكثر جودة من الربع الأول من هذه السنة، عندما شهدنا أداء رائع وأغلب البنوك، كنا نتكلم عن الدول العظمى، العديد من البنوك الكبرى في العالم حققت نتائج أعمال أفضل من التوقعات. لو نظرنا سيتي جروب، جي بي مورغان، بانك أوف أمريكا والعديد HSBC وأيضا غيرها الكثير حققت نتائج أفضل من المتوقع. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الفترة الحالية تعتبر فترة لا بأس بها للبنوك، رغم أنها توجهت للاستثمار المباشر أو غير المباشر أيضا، وهذا كله أعتقد سوف يستمر في المستقبل، والمستقبل بمجرد بداية رفع الفائدة ربما سنشهد تحسن سريع في أعمال البنوك ونتائج الأرباح بالنسبة لعمليات الإقراض لديها. سيد سركيس، تحدثنا عن دور البنوك، طيب ما دور القطاعات الأخرى في الأسواق العالمية؟ هنالك لقطاع الاتصالات، لقطاع الصناعة، هذه القطاعات أيضا هي الرديف القوي للقطاع المصرفي، هل بالإمكان أن تستعين الحكومات بهذه القطاعات لتنشئة الاقتصاد؟ وما هو دور الحكومات العربية في تقوية الأسواق الناشئة؟ نعم، الآن بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، نحن نعلم أن قطاع الصناعة أو الصناعات التحويلية هو القطاع الأول عندما يدخل في الركود، والقطاع الأول عندما يحقق نمو، لكن قطاعات التصنيع الآن في الدول العظمى، وأستطيع من خلالها قياس ما يحصل حاليا أو قد يحصل في الدول الناشئة في الوطن أو في الدول الناشئة عالميا أو حتى في الوطن العربي. قطاعات الصناعات التحويلية في الدول العظمى حققت أداء قياسي تاريخي، قطاع الخدمات تبعها بنمو كبير، آخر مؤشرات مديري المشتريات التي صدرت من منطقة اليورو، من بريطانيا، من الولايات المتحدة، من الصين، من اليابان، كلها أظهرت انتعاش وتعافي سريع. هذا التعافي السريع هو تبعية للانكماشات الحادة التي حصلت خلال عام 2020. الآن في الدول العربية أيضا باعتقادي وفي كدول ناشئة بشكل عام، قطاعات الصناعات التحويلية تتعافى بشكل سريع. الآن بالنسبة لقطاع الخدمات، هو قطاع ثقيل نوعا ما في تحركاته، لكن أيضا أعتقد بأنه سوف يستمر في النمو. لكن هناك قطاعات أساسية في الاقتصاد، وهذا ما ألاحظه في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه يجب تطبيقه في الدول الناشئة، وهي دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وهي قطاعات البنية التحتية. قطاعات البنية التحتية هي ركيزة أساسية لتقدم اقتصادي ثابت. نشر في الولايات المتحدة إعلان الرئيس الأمريكي سابقا عن مشروع قانون لخطة إنفاق على البنية التحتية. أيضا لو نظرنا إلى مناطقنا في الوطن العربي، سنلاحظ بأن هنالك بعض التوجه ومحاولات لدعم البنية التحتية. لماذا البنية التحتية؟ البنية التحتية لو قارناها بالصين، الصين تفتخر ببنية تحتية تجتذب الاستثمارات عالميا، فالبنية التحتية تشمل قطاع السياحة، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات والاتصالات وغيرها الكثير. بالتالي
قطاعات البنية التحتية هي الاستثمار الذي قد يكون المفضل حاليا بعد خروجنا أو خلال خروجنا حاليا من جائحة كورونا. فهذه القطاعات قد تكون هي محفز اقتصادي رائع لدوام استمرارية التعافي الاقتصادي مع النمو الاقتصادي المحتمل خلال 2021. لا يجب أبدا أن ننظر إلى أرقام ناتج محلي إجمالي مرتفعة جدا. على سبيل المثال، لو قلنا بأن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمقدار 6% هذه السنة، ما الفائدة إذا نمى هذه السنة 6% لكن في العام المقبل عاد لينخفض إلى حد الفاصل 3%؟ طبعا نعلم أن المستوى 3% نمو في الاقتصاد العالمي يعني حد فصل النمو والانكماش. يجب أن تكون هنالك استمرارية في النمو الاقتصادي دون تحفيز، وهذا يتطلب بنية تحتية ثابتة حتى نستطيع أن نرى فيها تقدم اقتصادي واستمرارية في النمو. الآن لو عدنا قليلا إلى نظريات تشارلز داو في بداية القرن 19، وأحب هذه النظريات لأنها توضح بالفعل ماذا يحصل في القطاعات. كان تشارلز داو يؤكد في كتاباته بأنه لو شهدنا قطاع التصنيع على سبيل المثال أو الصناعة يحقق نمو، لكن قطاع النقل على سبيل المثال ما زال ضعيف، فهذا يدل بأن هنالك ضعف مخفي في قطاع الصناعة، لأنه بالضرورة إذا كان قطاع الصناعة يتحسن إذن قطاع النقل يجب أن يتحسن، وأيضا ينطبق على قطاع الإنشاءات. إذا كنا نشهد تعافي في قطاع الإنشاءات لا يماثل أيضا تعافي في قطاع الإسمنت على سبيل المثال، فهنا توجد مشكلة في قطاع الإسمنت. فبالتالي البنية التحتية هي الأساس، ثم مراقبة القطاعات المرتبطة مع بعضها البعض، وهذا ما قد يعني أننا أمام استمرارية تعافي اقتصادي. لكن هنا سوف تكون المعضلة لا قدر الله في عديد من الدول الناشئة وكذلك الدول العظمى، إذا تم الاهتمام في القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات، قطاع الصناعة، الصناعات التحويلية، دون النظر في القطاعات التي من الممكن أن نشير لها مجازيا الأدنى رتبة وهي المدعمة لتلك القطاعات، هنا قد تحصل عندي مشاكل اقتصادية جديدة تظهر على شكل فقاعات مهددة بالانفجار بسبب عدم كفاية الموارد، عدم كفاية الإمكانيات في البنية التحتية لدعم استمرارية النمو الاقتصادي. البنية التحتية تشمل العديد من النقاط، منها وقد يكون واحد من الأهم فيها التوظيف. يجب أن يكون التوظيف أيضا مرافق للتعافي في هذه القطاعات. طيب، هل تعتقد أن اليوم الحكومات العربية قد استفادت من تجربة فيروس كورونا وأيضا انخفاض أسعار النفط الذي سنأتي على ذكره بعد هذا السؤال، انخفاض أسعار النفط في العام 2020 ووصوله حتى الـ30 ودون الـ30 دولار؟ هل تعتقد أن هذه الحكومات العربية، أخص بالذكر كون اقتصادها ريعي يعتمد على النفط لتمويل موارده، هل استفادت من موضوع جائحة كورونا للبحث عن الموارد البديلة؟ أم إنها ما تزال تعتمد على النفط فقط؟ الآن لا شك بأن هنالك العديد من الخطط للتنويع الاقتصادي والتحول عن الاعتمادية على النفط. كنا نتحدث عن دول الخليج، لكن في الحقيقة حتى هذه اللحظة باعتقادي أن مبيعات النفط والصادرات النفطية تشكل جزء كبير من الموارد الحكومية. خلال الـ5 سنوات القادمة أو الـ10 سنوات القادمة لا أعتقد بأن هنالك سيصبح تغيير جذري جوهري، لأن التغييرات الاقتصادية الجذرية والجوهرية تتطلب أكثر من هذا الزمن، ربما لـ10 سنوات أو أكثر من ذلك. الآن هل استفادت الدول من انخفاض أسعار النفط؟ لنأخذ الآن نوعين من الدول. أولا الدول المنتجة للنفط، هل استفادت من الانخفاض؟ شهدنا ارتفاعات كبيرة بالعجز، فانخفاض أسعار النفط لم يكن مفيد للدول المنتجة، على العكس تماما كان مضر للموازنات والميزانيات. ماذا عن الدول المستهلكة؟ يعتقد الكثيرون بأن انخفاض أسعار النفط كان مفيد للدول المستهلكة للنفط، لكن لو نظرنا الآن أثناء انخفاض أسعار النفط الكبير الذي حصل خلال شهر 4 من عام 2021، شهر إبريل من 2021، الذي حصل هو أن أسعار النفط انخفضت، لكن كنا في مراحل ما زلنا في إغلاقات محدودية الحركة، رغم أن بعض الدول قامت بزيادة المخزون، لكن إلى ما هي المقدار الذي تم فيه زيادة المخزون؟ هل سوف يكفي لأشهر لسنة؟ من غير الممكن أن نزيد المخزون بمقدار يكفي لسنوات قادمة. فانخفاض أسعار النفط رغم أنه كان
سيء على الدول المنتجة للنفط، لكن أيضا كان غير مستفاد منه بشكل كبير من الدول المستهلكة. الآن بعدما ارتفعت أسعار النفط عادت المعادلة للتوازن قليلا. أسعار النفط الحالية يعتقد الكثيرون بأنها مرتفعة جدا، لكن هنا أود الإشارة بالضرورة إلى أن نظرة أسعار النفط الحالية لا تدل بأن أسعار النفط مرتفعة. هنالك مؤشر أحب النظر له دائما، وهو مؤشر سعر الذهب إلى النفط. لماذا أختار الذهب هنا؟ لأن الذهب يعبر عن القدرة الشرائية للنقد ومدى انخفاضها. إذا قسمنا سعر الذهب الحالي حوالي 1770-1780 على سعر عقود برميل نفط برينت، فستكون النتيجة حول 23. الآن بنظرة سابقة تاريخية سنرى بأن المستويات المتوسطة هي 14 برميل تقريبا لكل أونص الذهب. الآن عندما يكون المستوى هذا أعلى من 14، يعني زي ما حكينا على مستوى 23، فهنا يشير إلى أنه أما أسعار الذهب مرتفعة جدا أم أسعار أو أن تكون أسعار النفط ما زالت منخفضة. نعم منخفضة، لأنه لو نظرنا إلى التوقعات المستقبلية للطلب، فالطلب على النفط ربما سيتزايد بأكثر من إضافة أوبك للإنتاج التدريجي. الآن هذا الوضع ما بين فروقات الطلب والعرض يدلني بأن أسعار النفط ربما سترتفع، لكن من المستفيد؟ العديد من الجهات ستكون مستفيدة، لكن بشرط ألا نرى ديمومة وارتفاعات كبيرة بأسعار النفط. فالدول المنتجة للنفط قد تستفيد بالفعل من استمرارية أو من ارتفاع أسعار النفط. النفط الصخري، شركات النفط الصخري تتمنى في الولايات المتحدة أسعار نفط أعلى من 80 دولار أو حتى 100 دولار للبرميل الواحد حتى تعود للإنتاجية. لكن يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات مرتفعة جدا، وأخصها معادلات حسابية بسيطة، مستويات 120 دولار، إذا صعدت أسعار النفط لأكثر من 120 دولار قد يعتقد البعض بأنها مفيدة للدول المنتجة ومضرة للدول المستهلكة، لكن صعود الأسعار إلى مستويات 120 دولار باعتقادي مضر للطرفان، لأن ارتفاع الأسعار سيقلل الاستهلاك، وبالتالي رغم ارتفاع هوامش الربحية للدول المنتجة، لكن ارتفاع الأسعار لأعلى من 120 دولار قد يكون سبب لانخفاض حاد في الطلب على النفط، وبالتالي ستنخفض إجمالي الإيرادات بذلك. هذا ما يذكرني فيه ما حصل عندما ارتفعت أسعار النفط لمستويات فوق 140 دولار بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف. في تلك الفترة لم يكن هنالك مستفيدون، بل على العكس أيضا ساهم هذا الارتفاع في تأزم الاقتصاد العالمي. فبالتالي المستفيد من انخفاض الأسعار أعتقد بأنه لم يكن هنالك مستفيد كبير من انخفاض الأسعار، لكن الفائدة المشتركة باعتقادي هي المستويات السعرية الحالية، رغم أن الدول المستهلكة أحست بارتفاع أسعار النفط وأثر ذلك سلبا على المستهلك، لكن هذا التأثير يعتبر قليل جدا في حال كانت الأسعار منخفضة جدا أو مرتفعة بشكل مبالغ فيه. فالأسعار الحالية أعتقد بأنها مفيدة لكل الأطراف، المستهلكين والمنتجين. مستويات 70 حتى لو تحققت بعض التوقعات التي تشير إلى 80 فهي أيضا مفيدة لجميع الأطراف. أتكلم هنا ليس استهلاكيا، بل أتكلم هنا كنظرة اقتصادية شاملة تخص الاقتصاد العالمي والدول المنتجة والمستهلكة للخام. طيب سيد سركيس، اليوم في ظل هذا الارتفاع التدريجي للنفط، لكن نشهد هنالك تذبذب وعودة. يومين الماضيين شهد تراجع، قفز سعر النفط إلى أكثر من 75 دولار، لكن في التداولات يوم أمس وأيضا للي قبلها تراجع سعر النفط بمقدار دولارين ليسجل في آخر تداولاته قرابة 73 دولار ونصف الدولار. برأيك ما الذي يقف خلف هذا التراجع على الرغم من بيانات المخزونات الأمريكية تدل بأن هنالك طلب أكثر على ما هو معروض في السوق؟ بالضبط كما تفضلت، يعني أحببت الرجوع إلى بيانات المخزون الأمريكي وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي فاجأنا بانخفاض حاد بالمخزون ووصول المخزون الأمريكي إلى ما دون متوسط الخمس سنوات بمقدار 6%، وأيضا التشغيل في المصافي الأمريكية ارتفع إلى أكثر من 92% من طاقتها الإنتاجية كاملة. هذا الأمر سأعود له، لأنه يدل على قوة في الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وتوقعات استمرار هذه القوة والتعافي في الطلب. لكن
الذي حصل يوم أمس وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018، لكن بدأ المتداولون ينظرون إلى بعض الإغلاقات التي حصلت في بعض الدول، أذكر منها بل وأخص أستراليا التي قامت بعدة إغلاقات في بعض المدن فيها، وأيضا تشديد إجراءات فيها، وذلك بسبب أو حاجتهم لاحتواء انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا المسمية بسلالة دلتا. الآن هذه الإغلاقات أيضا وبعض الدول الأوروبية أصبحت تعلن بأن الإصابات فيها أصبحت فيها نسبة عالية من السلالة الجديدة. أذكر في إيطاليا حوالي أكثر قليلا من 16% من أعداد الإصابات أصبحت بحسب المصادر الرسمية الإيطالية بأنها من السلالة المتحورة لكورونا، بريطانيا وكذلك البرتغال وفي عديد من الدول. هذه الظروف اجتمعت مع اقتراب موعد تسليم عقود النفط. نحن نعلم بأن الشراء والبيع لعقود النفط وحتى التداول في عقود النفط، كنا نتحدث عن التداول في عقود الفروقات أو العقود الآجلة والمستقبلية، أن هنالك موعد تسليم. عندما يقترب موعد التسليم قد تحصل عمليات جني أرباح، لأن المتداولين على سبيل المثال كمضاربين لن يقوموا بالاحتفاظ في العقد لحين فترة انتهاء أو صلاحيته، لأنه يجب عليهم عندها الاستلام أو التسليم. وهنا مع اقترابنا من نهاية هذا الشهر وهو أيضا نهاية نصف السنة الأولى، حصل عندنا موجة جني أرباح. لكن لو لاحظنا موجة جني الأرباح التي أيضا حفزتها الإغلاقات في بعض الدول، هي تعتبر موجة جني أرباح طفيفة جدا. أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير جدا خلال الأشهر الماضية. الآن عندما انخفض سعر النفط يوم أمس وحتى هذا اليوم بقي نوعا ما الانخفاض محدود. أسعار النفط غرب تكساس ما زالت فوق مستوى $70. أيضا لو نظرنا إلى أسعار نفط برنت ما زالت في مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة بما كانت عليه، ليست مرتفعة سعريا لكن مرتفعة نسبيا كمقارنة أسعار العام الماضي. بالتالي الآن الانخفاض الذي يحصل هو طبيعي، يعتبر تصحيح، لكن الحقائق ما زالت تدل بأننا أمام احتمالية مزيد من الارتفاع في أسعار النفط. لكن لو أخص بالذكر فقط هذا الأسبوع أيضا هنالك بيانات اقتصادية مهمة ننتظرها يوم الجمعة المقبل وينتظرها الكثير من المتداولين، وهي بيانات تسمى بيانات الوظائف الأمريكية. هذه البيانات تصدر في الجمعة الأولى من كل شهر ويراقبها المتداولون، لأنهم يعتقدون أو يرون حقيقة بأن هذه البيانات قد توضح لنا مسار أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم. بالتالي مع انتظار المتداولين لهذه البيانات الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن تشير إلى ارتفاع عدد التوظيف إلى بمقدار 700,000 وظيفة، الآن هذا الانتظار تسبب أيضا في عمليات جني الأرباح. بالتالي لهذا الأسبوع أعتقد بأننا قد نكون أمام بعض الضغط الهابط على أسعار النفط، فقط ضغط هابط مضاربة، لكن كاتجاهات سعرية حتى هذه اللحظة ما تزال صاعدة. الشيء الوحيد الذي قد يعطل استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى $80 لهذه السنة وربما 100 أو أكثر قليلا خلال العام المقبل، الأشياء الوحيدة التي ممكن أن توقف ذلك هو انتشار واسع لا قدر الله بسلالات فيروس كورونا المتحورة وعودة الدول لإجراءات إغلاق صارمة. لكن ما لم يحصل ذلك فاحتمالات الارتفاع قد تبقى قائمة. أيضا في حال شهدنا ظهور صدمات اقتصادية جديدة على التضخم تحديدا، أجبرت الفدرال الأمريكي والبنوك المركزية على تقليص برامج شراء الأصول أو رفع الفائدة في وقت أبكر ويسبق التوقعات، هنا قد نشهد أيضا عودة انخفاض أسعار النفط. لكن بما أن الأغلبية يتوقعون أن هذا الاحتمال أو ذاك احتمالهما ضئيل جدا، فالاتجاهات الصاعدة من المحتمل أن تستمر بشكل عام رغم عدم استبعاد كما أشرت لحضرتك الانخفاض المحتمل حتى لو بشكل طفيف خلال هذا الأسبوع. طيب سيد سركيس، في سؤال أخير يعني بدقيقة، كيف تصف أسعار الذهب اليوم مع هذا التراجع؟ ذكرت أن سعر الذهب وصل إلى 1770 أو 80 دولارا على حسب التداولات اليومية، خاصة هنالك موجة ضد العملات الرقمية، يعني ما بين الذهب والعملات الرقمية. أختتم حديثي معك. الآن بالنسبة لأسعار الذهب أستاذي، أكيد لاحظنا العلاقة التي نشأت في بعض الأوقات ما بين أسواق العملات الرقمية والذهب، لكن دعنا نكون واقعيين.
الآن أسواق العملات الرقمية شهدت بعض الارتفاع خلال اليومين الماضيين، يعني لكن أسعار الذهب محاولات الارتفاع فيها بقيت محدودة. هنا أثبت لنا الدولار الأمريكي بأنه ما زال المسيطر على تحركات أسعار الذهب. فمنذ أن غير الفدرالي الأمريكي لهجته تجاه التوقعات المستقبلية شهدنا انخفاض قوي وكبير بأسعار الذهب، وتداولت خلال الجلسات أعتقد 7 أو 8 جلسات الماضية ضمن نطاقات محدودة. اليوم حاولت أسعار الذهب الانخفاض، لكن أيضا عاودت للعودة للتداول ضمن نفس النطاق المحدود. الآن بالنسبة لأسعار الذهب على المدى الطويل ربما سنشهد معاودة الارتفاع، لأنه مستويات التضخم ربما سترتفع وتزيد الحاجة لإيجاد ملاذات وتغطية والتحوط من مخاوف ارتفاع التضخم. لكن على المدى القصير ننتظر مرة أخرى، أحب أن أذكر بأننا ننتظر بيانات الوظائف الأمريكية. هذه البيانات تؤثر على وجه الخصوص في أسواق الأسهم، وأيضا الدولار، والدولار مؤثر أساسي بالذهب، وعلاقة أسواق الأسهم بالذهب هنالك علاقة رغم أنها علاقة غير مباشرة. بالتالي أسعار الذهب باعتقادي هي في مرحلة تذبذب على مدى هذا الأسبوع لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، حتى ممكن أن نحدد توجهات أكثر وضوحا على المدى القصير. السيد سركيس تشوبريان المحلل الاقتصادي في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.